يا صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات صباح اون تايم، اكيد هنناقش فيها ونحلل اهم وابرز المواضيع والاخبار اللي بتخص الساحره المستديره والرياضات الاخرى على المستوى المحلي وكمان على المستوى العالمي. صباح الخير على معانا. هنبدأ أولى حلقات صباح أون تايم في الأسبوع الحالي بالكلام عن الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، بعد ما أصبح ترتيب الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في عدد المساهمة التهديفية لكل لاعب فيهم الثاني والثالث على التوالي. فأقول لحضراتكم قائمة أول خمس لعيبة من حيث المساهمة التهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى بالتحديد طبعا في ألمانيا وفي إنجلترا وفي أسبانيا، عشان نعرف نجومنا المصريين وصلوا لحد فين في أوروبا وإيه المطلوب إن شاء الله في المرحلة اللي جاية دي، عشان نشوف جايزة أفضل لاعب في أفريقيا في المواسم اللي جاية، تكون منافسة ثنائية ما بين محمد صلاح وما بين عمر مرموش، وده أكيد هيكون واحد من أكبر إنجازات الكورة المصرية في المستقبل مع تأهل مصر بإذن الله لكأس العالم. أولا صاحب أكبر مساهمة تهديفية هو الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني، عامل لحد دلوقتي 15 مساهمة، سجل 5 أهداف في وصافة ترتيب هدافين الدوري الألماني وصنع 10 أهداف، ودي طبعا من المرات النادرة جدا اللي هاري كين بيصنع عدد كبير من الأهداف، لأنه في الدوري الإنجليزي كان بيسجل أكتر ما بيصنع. إذا فهاري كين هو اللي متصدر حتى الآن جدول ترتيب اللعيبة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى، ورصيده من الأهداف أو من المساهمات 15 هدف. المركز الثاني هو المفاجأة المصرية النجم عمر مرموش لاعب نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، واللي بيقدم مستوى مبهر، بتمنى طبعا يكون طبعا في نادي من أندية القمة سواء بقى في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الأسباني، أو كمان لو هيكمل في ألمانيا يكون في النادي الأكثر نجاحا بايرن ميونخ بإذن الله. غير كده ما ينفعش عمر مرموش يروح أي مكان تاني لأنه في أفضل فتراته الكروية. المركز الثالث هو الهداف النرويجي الكبير أكيد إيرلينج هالاند، واللي مساهم حتى الآن ب 11 هدف، سجل منهم 10 أهداف وصنع هدف وحيد. معروف أن هالاند مش بيصنع أهداف لأن هو بتنتهي عنده بقى كل الهجمات، وطريقة لعب مانشستر سيتي كمان بتساعد هالاند أن هو يسجل أهداف بشكل أكبر. والمركز الرابع هو للهداف الكبير روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الأسباني، واللي ساهم في 11 هدف، سجل منهم 7 أهداف وصنع 4، ولسه فريقه متصدر لجدول الترتيب ورصيده من النقاط 21 نقطة بعد 8 جولات، متفوق على ريال مدريد صاحب ال 18 نقطة. المركز الخامس هو لنجمنا العالمي المصري محمد صلاح، واللي بقى من الطبيعي ان هو يفضل للموسم الثامن على التوالي افضل لاعب في ليفربول، وهو هداف فريقه في كل المواسم السبعة اللي فاتوا، ده غير طبعا ان هو هداف الدوري الانجليزي في 3 مناسبات سابقين. صلاح لحد دلوقتي متساوي مع هالاند وليفاندوفسكي، ساهم في 11 مباراة لسه في اوروبا، والنهارده عندنا مجموعة مهمة جدا من المباريات في الدوريات الأوروبية. هنبتدي بالدوري الإنجليزي البريمير ليج الساعة 2:30 كريستال بالاس هتكون على ميعاد مع ليفربول، والساعة 5 الأرسنال هيكون على ميعاد مع ساوثهامبتون، نفس التوقيت المان سيتي هيكون على ميعاد مع فولهام وبرضه الساعة 5 في نفس التوقيت، ويست هام يونايتد هيكون على ميعاد مع إبسويتش تاون، والساعة 7:30 إيفرتون هيقابل نيوكاسل يونايتد. ومن البريمير ليج نروح معاكم لليجا الاسبانيه في الجوله التاسعة، ريال مدريد الساعه 10 هيكون على ميعاد مع فياريال. ومن الليجا الاسبانيه للكالتشيو الايطاليه والساعه 7 مساء اتلانتا هتكون على ميعاد مع جنوا، وانتر ميلان الساعه 9:45 دقيقه هيقابل تورينو. تعالوا نشوف مع حضراتكم سريعا تقرير عن أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. وفي الدوري الانجليزي البريمير ليج هيكون في مباراه قويه جدا ما بين الارسنال وساوثهامبتون، ارتيتا المدير الفني للارسنال اتكلم عن صعوبه المباراه دي وكمان المنافسه بشكل عام في البريمير ليج، فتعالوا نشوف قال ايه ونرجع نكمل معاكم مره تانية.
ومن الأرسنال هنروح معاكم للمان سيتي وتصريحات بيب جوارديولا، واللي اتكلم ان هو مش مجرد مدرب للنادي، ولكن هو شايف نفسه انه جزء من المشروع اللي بدأ من فترة، وان هو بيسعى دايما ان هو يقدم افضل حاجة عنده عشان تستمر الانجازات بتاعته وتستمر كمان النجاحات الخاصة بيه في النادي في المنافسة. تعالوا فنشوف دلوقتي تصريحات جوارديولا قال فيها ايه، ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. نروح معاكم لليفربول وتصريحات ارني سلوت المدير الفني لليفربول، اللي اتكلم عن ضغط المباريات قبل مواجهه كريستال بالاس النهارده، فتعالوا نشوف تصريحاته ونكمل معاكم مره ثانيه. ومن متابعه الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، وكمان متابعه محترفينا اللي مشرفين الكوره المصريه وبيعملوا انجازات كبيره جدا في اوروبا، تعالوا نرجع مره ثانيه للكوره المحليه، ونروح لموضوع مختلف شويه، لان امبارح كنا على ميعاد مع حدث رياضي مهم جدا بيحصل لاول مره، وهي اول مباراه في تاريخ كره القدم في مصر، مواجهه ما بين الاهلي وما بين الزمالك في الكوره النسائيه على ملعب نادي الزمالك حلمي زموره، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1. شهدت اداء مميز جدا من لاعبات الفرقتين. المباراه كانت في الاسبوع الاول من بطوله الدوري المصري للسيدات، وطبعا بتشهد النسخه الجديده من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم النسائيه تواجد وظهور غالبيه انديه الدوري الممتاز، واكيد في مقدمتهم قطبين الكره المصريه الاهلي والزمالك. بتشهد كمان البطوله مشاركه 18 فريق للمره الاولى في تاريخ اللعبه، ما بينهم الاهلي والزمالك والأندية الشعبية، بالإضافة كمان للأندية صاحبة التواجد المميز في المنافسة على الألقاب. امبارح زي ما قلت لحضراتكم فاز الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 2-1، سجلت النجمة تشارتي روبن هدف النادي الأهلي أو هدفين النادي الأهلي في الدقائق 43 و73، وسجلت أكوي لاعبة نادي الزمالك هدف تقليص الفرق في الدقيقة 92. يعني الأهداف الثلاثة سجلوهم لاعبات محترفات في القطبين، كمان ظهرت اكتر من لاعبه في الفرقتين بشكل كويس جدا، يمكن ابرزهم سمر محمد واكوي ومهتاب حسين من نادي الزمالك. وبالنسبه بقى للنادي الاهلي، رودينا عبد الرسول، حبيبه عصام، منى طارق، وكمان تشارتي روبن صاحبه الهدفين. في النهايه هي تجربه جيده جدا، كويس قوي ان احنا يكون عندنا فريقين للاهلي وللزمالك من الكره النسائيه، وهي خطوه تاخرت، لكن ان تاتي متاخر افضل من ان لا تاتي. نتائج الجوله الاولى من مباريات الدوري المصري الممتاز للكره النسائيه هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. زاد اف سي بيفوز على المصري بورسعيدي بنتيجه 4-0، النادي الاهلي بيفوز على الزمالك بنتيجه 2-1، وادي دجله بيفوز على الطيران بنتيجه كبيره نتيجه 6-1، ومودرن سبورت بيفوز على بالم هيلز بنتيجه اكبر وهي 7-0، والمعادي واليخت نتيجه كبيره جدا 8 اهداف للا شيء بالنسبه للمعادي. والبنك الاهلي بيفوز على اتحاد بسيون بنتيجه 6-0، بيراميدز بيفوز على الاتحاد السكندري 3-1، فيما تم الغاء مباراه دلفي وانبي. فبالتوفيق ان شاء الله للي جاي، وباذن الله يكون لينا حديث مطول خلال حلقتنا النهارده عن مباراه اللي حصلت امبارح، المباراه اللي جمعت ما بين قطبين الكره المصريه الاهلي والزمالك، ولكن في الكره النسائيه. اروح مع حضراتكم لموضوع تاني قبل انطلاق دوري النايل، بنتكلم عن الاستعدادات الخاصه بالانديه للموسم، لكن المره دي هنتكلم اكتر عن استعدادات رباعي النادي الاهلي، نادي بيراميدز، نادي الزمالك، وسيراميكا كليوباترا، عشان ينطلق او تنطلق منافسات السوبر واللي هيكون في الامارات في الشهر الحالي، وهيكون باذن الله منقول عبر شاشات اون تايم سبورتس. اكيد هي بطوله مميزه جدا، لان بيتنافس فيها اربع انديه عندهم طموحات كبيره جدا ان هم يحصدوا اللقب، اللي بيقام بنظامه الجديد للمرة الثانية على التوالي. نبتدي مع النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كاس سوبر الأبطال، وهو طبعا بطل الدوري، وهو بطل دوري أبطال أفريقيا وأكثر المرشحين للفوز بأي بطولة بيشارك فيها. عمل أربع صفقات، ضم عمر الساعي من النادي الأهلي، ضم كمان الثنائي الدولي المغربي يحيى عطية الله من الدوري الروسي، أشرف داري كمان من ستاد بريست الفرنسي، وضم كمان يوسف أيمن من الدوري القطري، واكتفى برباعي ده في الميركاتو الحالي. وطبعا برضو لسه وارد ان احنا نشوف صفقة تانية او صفقات تانية قبل نهاية الميركاتو الحالي.
نروح لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز مع المدرب الكرواتي كونسلافا يوريسيتش، مدرب طبعا ماشي معهم بشكل كويس جدا، احتل وصافة دوري نايل في الموسم اللي فات ده، وفاز ببطولة كاس مصر على حساب زاد اف سي. عنده اكيد طموحات كبيرة جدا ان هو يحصد لقب كاس السوبر. إدارة النادي عملت اكتر من صفقة، نجحت ان هي تضم يوسف اوباما من نادي الزمالك، وحمدي علاء من سموحة، عبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي، واخيرا صديق جولة من سيراميك كليوباترا، واكيد هو ماركاته مميز جدا. بالاضافه برضو ان السكواد بتاع بيراميدز عنده لعيبه مميزه جدا جدا، اكيد على راسهم الهداف الكونغولي فاستن مايلي. اما بقى بالنسبه لنادي الزمالك فهو واحد من اهم المنافسين على بطوله كاس السوبر المصري، وهو بيعيش افراح التتويج بكاس السوبر الافريقي بعد الفوز على النادي الاهلي في المباراه المثيره جدا يوم الجمعه اللي فاتت دي. فاكيد هو عنده رغبه كبيره ان هو يستغل المعنويات المرتفعه بالنسبه للعيبه وللجهاز الفني عشان يتوج بلقب السوبر المصري. نادي الزمالك عمل اكتر من صفقه، ضم المغربي محمود بن تايك من سانت اتيان الفرنسي، ضم كمان عمر فرج من نادي ايك السويدي، والبولندي كونراد ميشلاك من احد السعودي، والسنغالي سيدي ناداي، وجيفرسون كوستا مدافع غينيا بيساو، وحصل كمان على اعاره محمد حمدي من نادي امبي. فوارد جدا برضو ان احنا لسه نشوف تعاقدات ثانيه بالنسبه لنادي الزمالك او صفقه جديده بالنسبه لنادي الزمالك في المرحله القادمه لحد ما ينتهي الميركاتو الحالي عندنا هنا في مصر. نروح برضو لنادي سيراميكا كليوباترا اللي معاه جهاز فني مستقر من الموسم اللي فات، معاه كابتن ايمن الرمادي، هو طبعا بطل كاس الرابطه بالفوز على فريق طلائع الجيش في النهائي للمره الثانيه على التوالي، عامل موسم كويس جدا، سجل حضور مميز جدا جدا، وبقى من انديه المنافسه على المراكز المتقدمه في بطوله دوري النايل. اداره النادي عملت برده اكتر من صفقه لحد دلوقتي، خليني برده اقول لحضراتكم ابرز الصفقات دي: محمد صادق انضم من بيراميدز، احمد قندوسي جدد اعارته من النادي الاهلي، وبعد كده استفاد سيراميكا كليوباترا كمان من رعايه نادي ديروت فاخذ منه ثلاث لعيبة اللي هم محمود الزيني، يوسف عفيفي، ومحمد عصام. كمان برضو ضم محمد أبو العمايم من أنبي ومن النادي الأهلي، فهو ضم الثنائي الشاب لعيبة فريق 2005 يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين. وأخيرا برضو نجح نادي سيراميكا كليوباترا أن هو يحصل على إعارة الثلاثي محمود زلاكة، فخري لكاي، وإسلام عيسى من نادي بيراميدز في صفقة انتقال نجم الفريق صديق أوجولا لنادي بيراميدز. فصفقات اكيد مميزه جدا بالنسبه للاربع انديه: اهلي، بيراميدز، زمالك، وسيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم الجديد، ولسه البعض عنده الجديد بالنسبه للتعاقدات مع لعيبه جداد، لكن برضه في المجمل فهو ميركاتو مميز جدا جدا، واكيد بطوله السوبر المصري هتكون مميزه في النسخه الحاليه اللي احنا خلاص في انتظارها يمكن كمان 15 يوم بالتمام والكمال. نروح بقى لموضوع تاني وهي فعاليات اللقاء التنافسي التقييمي للعيبه المشروع القومي للموهبه وللبطل الاولمبي بعيدا بقى عن كوره القدم، فالعاب القوه، الجودو، التايكوندو، تنس الطاوله، الملاكمه. المشروع القومي للموهبه وللبطل الاولمبي بيعد من اكبر المشاريع اللي بتعمل ان هي او بتشتغل عليها في الوقت الحالي وزارة الشباب والرياضة، لأن هي بتضم لحد دلوقتي الآلاف من اللاعبين ومن اللاعبات اللي بيشاركوا في 12 لعبة بالتعاون طبعا مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني. فخلونا برضو نقرب أكتر من المشهد ونشوف التقرير اللي جاي ده عن انطلاق فعاليات اللقاء التقييمي للعيبة المشروع القومي بالنسبة للموهبة وللبطل الأولمبي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. المسابقة دي معمولة للمراكز البطل الأولمبي في رياضات المصارعة والجودة النهاردة، وبتتعمل في نفس نظام البطولة بعد فترة إعداد طويلة الوقت استمرت 4 سنوات، يعني المجموعات دي شغالة بقالها 4 سنين. احنا طبعا بنعتمد باعتبارنا بنشتغل بشكل علمي في الفترة دي ان الإعداد البطل الأولمبي ده بياخد من 8 ل 12 سنة، ومن 8 ل 12 سنه لازم اللاعب يتعرض لمسابقات ويتعرض لاعداد فني واعداد بدني واعداد صحي واعداد سلوكي ايضا، وده طبعا مش ممكن يتم الا اذا كان الدوله واخده بالها بتتابع كل بطوله من البطولات وبيتاكد فيها مدى يعني التقدم واللي بيتم، وفي نفس الوقت لو في مشاكل او اي صعوبات بنتلافاها بحيث ان
الاعداد البطل الاولمبي يبقى متكامل. هو بدايه طبعا المشروع القومي تم انشاؤه بهدف اخراج ابطال اولمبيين لمصر في مختلف الالعاب، وبدا يتوسع تدريجيا. مثلا بدا في العاب، عدد من الالعاب بدا يتوسع، الالعاب نفسها جواها بدا يتوسع فيها. يعني احنا في المصارعه كان مثلا ما كانش فيه بنات مشروع قومي، لا دخل فيها بنات. طبعا المشروع القومي مثلا بدا في عدد من المحافظات، لا توسع في محافظات كتير قوي، المحافظه نفسها فيها اكتر من مركز. فدي يعني خلال السنين اللي فاتت دي المشروع القومي هو السبب الرئيسي في وقوف الالعاب الفرديه على رجليها في مصر. الحقيقه احنا لاول مره في تاريخ مصر نبدا مبكرا للاستعداد لاحراز ميداليات اولمبيه. هذا المشروع هدفه احراز ميداليات اولمبيه في اولمبياد استراليا 32 و28. دائما الميداليات الاولمبيه بتيجي لما بنستعد مبكرا. لا هو حقيقي بالنسبه للمشروع التقييمي دلوقتي حاجه كويسه جدا، لان احنا كل فترات الوزاره بتعمل تقييم للمدربين واللاعبين على برنامج معين، لان الهدف بتاعنا اولمبياد ان شاء الله 2028. فاحنا ماشيين ببرنامج معين، حتى كان في اجتماع امبارح للمدربين بيدي خطه نمشي عليها، كل حاجه مدروسه للهدف، والطموح بتاعنا هو البطل الاولمبي ان شاء الله. هو المشروع من بدايته منذ تولي الدكتور اشرف صبحي مهامه كوزير شباب ورياضه، وجه ان احنا نهتم بالمشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، وان احنا نعمل انتقاء على مستوى جمهوريه مصر ومحافظات جمهوريه مصر العربيه لجميع الاعمار. هو طبعا ده مهم جدا، ان ده بنشوف الناتج بتاع التدريب خلال الفتره اللي مرت، وطبعا بنختار عناصر من الشباب والناشئين نطلعهم في مشروع الصفوه. احنا عندنا لسه بنت جايبة ميدالية ذهب وبتلعب ان شاء الله في بطولة دولية في اوروبا، وربنا يكرمها ان شاء الله برضو هتجيب ميدالية ان شاء الله. فعندنا نتاج كويس قوي من المشروع بالنسبة للعبة الجودو. والله بالنسبة للبطولة اللي بتتقام جوه دي، يعني هي لسه حاجة جديدة علينا، بس هي حاجة كويسة بالنسبة لان احنا بنحتك بلعيبة جديدة وكده، وهي ما شاء الله يعني حاجة كويسة يعني، وبنعرف مستوياتنا وكده، وحاجة كويسة. حصلت على 3 بطولات جمهورية جبت أول، وبطولتين عرب متتاليين جبت أول في مدينة العالمين، ودلوقتي بحاول أحضر نفسي اللي أنا يعني أستعد للبطولات الجاية والجمهورية والكلام ده، عشان في 2026 بطولة أولمبياد شباب في السنغال، بحاول إن أنا أبقى من الناس اللي ممكن يعني يختاروهم. أكيد هو مشروع في غاية الأهمية، من ضمن مشاريع كتير جدا بتهدف إن احنا يكون عندنا أبطال وبطلات في جميع وفي مختلف الألعاب الرياضية، يقدروا إن هم يشرفوا الرياضة المصرية في المحافل القارية والعالمية. وعايز أفكر برضو حضراتكم مرة تانية فيما يخص الكرة النسائية والجولة الأولى أو الأسبوع الأول ونتائج الأسبوع الأول من الكرة النسائية. أكبر نتيجة كانت 8 أهداف نظيفة، وكانت من نصيب فريق مسار اللي فاز على فريق المعادي واليخت ب8 أهداف نظيفة. وفيما يخص الكرة النسائية النهاردة هيكون عندنا حديث مطول إن شاء الله في نهاية حلقتنا النهاردة مع دكتور طارق الأدور، هنتكلم فيه أكتر عن هذا الملف اللي في غاية الأهمية واللي خلاص بقى عليه سبوت كبير جدا جدا، خاصة بعد مباراة امبارح اللي جمعت ما بين قطبين الكرة المصرية نادي الأهلي نادي الزمالك، وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف، وزي ما قلت لحضراتكم نسجل الاهداف افارقه او لعيبه محترفين او لاعبات محترفات في الاهلي وفي الزمالك. سريعا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع وهنكمل بقيه فقراتنا هنا في صباح اون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا هنا في صباح اون تايم، وبنوصل لفقرتنا الاخباريه اليوميه المعتاده وهي فقره اون فاير نيوز.
هنبدأ مع أخبار النادي الأهلي، وهيتسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تقرير طبي من أحمد جبالله رئيس الجهاز الطبي عن حالة الثنائي أكرم توفيق ومحمد هاني بعد الإصابات اللي تعرضوا ليها مؤخرا، بالتحديد في مباراة السوبر الأفريقي قصاد النادي الأهلي. بدأ محمد هاني لاعب النادي الأهلي أنه ينفذ المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي، وكمان أداء العلاج اللازم بعد ما أثبتت الإشاعة إصابته بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة. أما بالنسبة لأكرم توفيق فهيخضع لفحوصات طبية بعد ما اشتكى من إصابة في العضلة الضمة. كمان قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا للشؤون القانونية في النادي ومخاطبة النادي الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه. أحمد قندوسي أثار الجدل بتصريحاته بعد ما أكد أن فشل صفقة انتقال زين الدين بالعيد للفريق النادي الأهلي جات لأسباب بعيدة عن الأمور الفنية، وأكد أنه طلب من اللاعب دخول وكلاء بأعينهم لإنهاء الصفقة قبل أن ينضم لصفوف فريق سانت ترودين البلجيكي. نروح لخبر تاني، وقال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أن علي معلول لاعب الفريق قيمة كبيرة جدا، وهو قدم مردود كبير جدا مع الفريق من ساعة ما انضم للنادي الأهلي في 2016، وبالتأكيد اللي بذله معلول من جهده ومن عطاء على مدار السنين الطويلة اللي فاتت فهو محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير. أضاف كمان أن الإصابة بس هي اللي بعدت اللاعب عن صفوف الفريق، وهو بينفذ في الوقت الحالي برنامج علاجي بشكل متميز، خاصة أن اللاعب هو لاعب محترم وملتزم جدا بطبيعته. وقال كمان أن النادي الأهلي مستني أن يتماثل علي معلول للشفاء في نوفمبر القادم وفقا لرؤية الطبيب المعالج ليه، وبعد كده هيكون أكيد بيشارك في التدريبات، وبعد التأكد من سلامته أولا أكيد هو ده اللي بيتمناه كل محب للنادي الأهلي، وبعد كده هيكون القرار اللي بيحدده موقفه. لكن طبعا بعد كده او هيكون في لاعب صاحب مكانة خاصة في قلوب جماهير النادي الأهلي ومسؤوليه اكيد هو علي معلول. نروح للزمالك، وهنبتدي اخبارنا من عند عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق وحقيقه تجديد عقده مع النادي. كشف مصدر جوه نادي الزمالك ان المجلس ما تكلمش لحد دلوقتي عن تجديد عقد اللاعب، ولكن المجلس نفسه عنده رغبه في بقاء عبد الله السعيد لمده موسم اضافي، خاصه في ظل المستوى المميز اللي بيقدمه اللاعب مع الفريق. واكد المصدر ان نادي الزمالك هيفتح اللاعب بشان تجديد عقده في الوقت المناسب، خاصه ان الموسم ده هو الموسم الأخير في عقده مع الفريق، وده من ساعة ما وقع للنادي في يناير اللي فات لمدة موسم ونص. لسه مكملين مع نادي الزمالك، ومحمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك حصل على موافقة الطبيب الألماني المعالج ليه بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة في المباريات خلال الفترة اللي جاية. سافر الونش لألمانيا أول امبارح عشان يخضع للكشف الطبي الأخير بمعرفة الطبيب الألماني واللي أجرى ليه عملية الرباط الصليبي، ومن المقرر أنه ينتظم الونش في تدريبات نادي الزمالك الجماعية بعد العودة من ألمانيا. محمود حمدي الونش سافر مع نادي الزمالك للسعودية وتواجد كمان مع الفريق عشان يساند اللعيبة في السوبر الأفريقي واللي فاز في نادي الزمالك، وسافر من السعودية للإمارات ومنها لألمانيا عشان يكون في فحص أخير ليه. الحمد لله على السلامة أكيد للاعب محمود حمدي الونش، أكيد كلنا مستنيين يرجع إن شاء الله مرة تانية وينور الملاعب المصرية. مشاهدينا نطلع سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع وهنستقبل ضيفنا دكتور طارق الأدوار الناقد الرياضي.